اليوم سوف نتحدث عن أبو بكر ابن أبي قحافة أو عتيق، وهذا اسمه. في البداية فلنستعرض نسب أبو بكر. ورد نسب أبو بكر في مصادر كثيرة، منها الطبري بالمعجم الكبير جيم 1-2، والاستيعاب لابن عبد البر جيم 2-13، ومعرفة الصحابة لأبو نعيم جيم 24-151، وغيرها كتير من المصادر. نسبه بيقول ايه؟ يقول ان ابوه هو عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. طب امه مين هي؟ هي سلمة بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. يعني ايه من نسب ده نوصل لإيه؟ نوصل لإن عثمان بن عامر اللي هو أبو قحافة تزوج من سلمة بنت صخر ابن عامر أخوه، يعني اتجوز بنت أخوه. إذن أبو بكر يتضح من هذا جليا أنه ابن زنا محارم. أمه بنت أخو أبوه، لأن قلنا أن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب، هي سلمة بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب، فيتضح جليا أنه ابن زنا محارم. طيب شغلة أبوه إيه وشغلة أمه إيه؟ ورد في كتب السير إن أبوه اللي هو عثمان بن عامر ده كان في الأول شغال معلم، كان بيعلم أبناء اليهود في المدينة، فعندما وجدوا أنه يلوط مع الأبناء طردوه، كان لوطي مع أولاد اليهود فطردوه، فلم يجد عمل إلا أن ذهب إلى كبير عائلته اللي هو ابن جدعان فشغلوا عنده خادم يهش الدبانة عن الطعام. عارفين ان ابن جدعان كان عنده حاجة زي كولية كده بيت دعارة بالإضافة لمطعم زي كباريه، فكانت شغلة عثمان بن عامر اللي هو أبو قحافة ده إن هو يمش الدبان من على الطعام مقابل إن هو ياخد جزء من الطعام. طب سلمة بنت صخر ابن عامر ده اللي هي بنت أخوه دي كانت من صاحبات الرياض، ده ثابت في كل كتب التاريخ، كانت من صاحبات الرايات الحمر تدعو الى الدعارة برضه، ويمكن عشان خاطر كده هو اتجوزها لان محدش هيرضى يتجوزها، لان بني تيم دول هما معروف عنهم ان هما كلهم ما تعرفش العبد ان السيد فيهم لان كلهم سون. واحد الشعراء الكبار اما ابنه سأله قال له انت هجيت كل القبائل الا بني تيم، بني تيم الوحيدين انت ما عرفتهمش، قال له يا بني لم اجد بناء لاهدمه. ما لهمش اصلا حاجه علشان ايه اقول فيهم شعر ذم، هم في حد ذاتهم ذم.